شل صعيبه. ماليش بلاكل باش تطيح عند واحد هكذا باش تطيح عنده ويزيد يولي شارع فيك وما تديش حقك يزيد يطيشك هكذاك كما نقولوا احنا يطيشك ديما على برا. تعيطلو في التليفون يهش عليك ومن بعد كتولي في الشارع يزيد يشوف كيف يدير لك المعارف تاعو ويطيشك. هاي المعرفه، انا المعرفه تاع ربي سبحانه، هذا ما كان. طيب عندي معرفه تاع ربي سبحانه. دوك نلحقوا بعد الحادث، يعني هذا الشيء بعد الحادث. انا راني حاب تحكي للمشاهدين، انا راني عارف الحادث وشنو حكيته لي، بصح راني حاب تحكي للناس واش صرا بالضبط هذاك النهار. النهار هذاك درت سنتوره، ضفرتها سنتوره تاع الحديد، ضفرتها في الارض. يا يعني كل حال كما نقولوها بنادم الحمد لله كان بصحته ويخدم، نخدم من 8 ل 4. المهم ضفرتها هكذا، جا مول لاكري باش يهزها، قلت له هذه طيح عليا ويشوفني ويعرف باللي صح كاينه منها، حط لها زوج بيكيات صغار هذيك السنتوره. طلعت انايا، طلعت هكذا الدوزيام ايطاج باش نركبها، قلت له يطيح عليا. كما قستها بعد في الصافوطاج، كما قستها هكذا ضربتني صدري. ضربتني صدري حاشاك البيكيات كاع يدخلوا لي من تحت، دخلوا لي من تحت هكذا في كرشي. هما الناس بالك يفهموا بلي دخلوا في كرشك بصح لا لا دخلوا من تحت. ايه دخلوا من تحت، اللحمه اللي من تحت كاع تنحات، سما درك كيما نقولوا انا اللحمه من تحت ما كانش، ما عنديش اللحمه من تحت. وصعيبه صعيبه بزاف الضربه هذه، والله غير صعيبه. ومن بعد جات لومبيلونس هزتني داتني السبيطار. كيف اسمح لي برك، كيفاش نحاوك من البيكيات؟ انا اللي نحيت روحي، انا اللي نوت بعد. اللي نوت؟ ايه انا اللي نوت، انا تقعدت نوت، كي نوت سما وشت باللي الدم ورايا وهذاك، جا السيد قال لي رقد رقد، مزيان اللي ما خرجتش من الشونطي، سما اللي كان خرجت من الشونطي زاد اللي كان ظهرت حاد التخلاف، خاطر على بالك ما خرجتش من الشونطي خلاص، زدت تحت في الارض، رقدني على كرشي وقعدت هكذاك. ما مع الدم وهذاك خلاص بس ما يشوف والو، تغميت. رحت للسبيطار، المهم نشفى على روحي هكذا. بعد كيما كمل يعني حطوني يديروا لي العمليه بعد وقلبوني. كي قلبوني طاحت بلوكا دم قد هكذا، طاحت بلوكا دم. بعد قال له خلاص غير باش هيداك 10 ايام بالك ولا 8 ايام باش فطنت. باش فطنت فطنت، لقيت زوج صحابي تما، لقيت علي ولقيت محمد، لقيتهم تما يستناو فيا. ومن بعد زادوا عيطوا لخوتي بعد باش بداو بداو يسمعوا. طيب هي الشهاده تاعك اليوم، يعني احنا نحكيو بالك غير عليك بصح عليك، وهي ثاني فرصه باش نعرف باش يعرفوا الناس واش راهو يصرى للبنائين في لي شونطي بريفي هادو تاع لي بروموتور ولا تاع لا خويا يوسف ماشي بريفي حوادث. معليش هو بريفي مي بصح انا قال لي نسوريك انا كي راه عنده على لاسيرونس. قال لي جيب لي الكواغط نسوريك نورمال. لا لا مانيش على هذه النقطة، انا يعني على نقطة انه كاين بزاف حوادث، يعني انت بالك ما متش بصح كاين بزاف بنائين يموتوا وياكلوا لهم حقهم ودايرين فيهم التير يعني، ويقولوا لنا سوريك ومن بعد ما ياسوريش، ودي فوا ما ياسوريش، ودي فوا يوبليجي يخلصوا يعطي له زوج دورو ويقول له اخدم ولا اخدم ولا اهمل. يعني هذه فرصه كذلك باش شغل كما يقولوا نسلطوا الضوء على واش صار للزوا ولا البنائين في كاين الشيء اللي صار فيا. والله غير الشيء اللي صار فيا هكذا، والله غير حاجه كبيره. وشو انا نطلب الحاجه اللي نطلبها تولي لي الصحه تاعي برك، حاجه خلاف ما نحبها.